لقي 45 شخصا مصرعهم وأصيب آخرون جراء انفجار هز مسجدا في مدينة قندهار جنوب أفغانستان. وأفادت وسائل إعلام محلية ودولية بأن الانفجار دوى وسط حشد من المصلين داخل المسجد، مثل ما حصل قبل أسبوع في حسينية أخرى في مدينة خان أباد بولاية قندس شمالي البلاد، حيث أودى هجوم مماثل بأرواح 120 شخصا على الأقل حسب بعض التقارير. وقد تبنى تنظيم داعش خراسان التفجير الذي استهدف المسجد، وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن التنظيم نشر عبر قناته في تطبيق تيليجرام بيانا قال فيه إن اثنين من عناصره فجرا نفسيهما في المسجد. ودعت حركة طالبان المجتمع الدولي إلى الاعتراف بالحكومة الأفغانية من أجل تقوية النظام في البلاد. موبايل انا داخل بالسكن.